يطيب لي أن أرحب بكم في المملكة المغربية بمناسبة انعقاد هذه الخلوة السنوية لمجلس حقوق الإنسان. إن المشاركة المكثفة لكل أعضاء المجلس والدول المراقبة والأطراف الأخرى المعنية لدليل على أهمية مثل هذه الاجتماعات لما تتيحه من فرص للحوار والتفكير المشترك حول القضايا الملحة المرتبطة بحقوق الإنسان. كما أن حضور السيد فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان معنا اليوم وأشكره تجسيد لأهمية موضوع هذه الخلوة المخصص لتطوير دور مجلس ومساهمته في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها. وأود أن أرحب بأخي معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير مملكة البحرين كضيف شرف للمملكة المغربية في هذه الخلوة. ولقد حرصت المملكة المغربية على توجيه هذه الدعوة إلى معاليه من جهة بالنظر إلى المكتسبات والإصلاحات الهامة التي حققتها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، واعتبارا لترأس مملكة البحرين للقمة العربية التي انعقدت في المنامة في شهر مايو المنصرم، والتي أعلن خلالها أهل البحرين جلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان الخليفة عن مجموعة من الاقتراحات الهامة في مجال حقوق الإنسان التي يمكن تدارسها خلال هذا الاجتماع. أصحاب السعادة، السيدات والسادة، سنعقد هذه الخلوة السنوية في ظل ظروف دولية سمتها الأبرز التوتر وتزايد الصراعات المسلحة وتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان وتصاعد خطاب الكراهية والميز العنصري، كما تأتي في سياق دولي تفاقمت فيه الأزمات الاقتصادية والبيئية والإكراهات الناجمة عن التطور التكنولوجي، وكلها تحديات على ضرب تحقيق شمولية حقوق الإنسان. إن هذا الواقع الدولي المتصارع يستدعي من مجلس حقوق الإنسان تجاوبا فاعلا وآنيا بل واستباقي مع ما تقتضيه ذلك من تطوير آليات مبتكرة كفيلة بمواكبة الجهود الوطنية الرامية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة للجميع. ذلكم هو الطموح الذي ألهم الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان خلال ولايتها لهذه السنة، وهو الطموح ذاته الذي تنعقد تحت لوائه هذه الخلوة. أصحاب السعادة، السيدات والسادة، إن استضافة المغرب لهذا الاجتماع ليس من قبيل الصدفة، بل هو تعبير عن تقدير دولي للجهود التي تبذلها المملكة والالتزامها الراسخ بالمبادئ الكونية لحقوق الإنسان. قد أكد جلالة الملك محمد السادس نصره الله على هذا الالتزام في رسالته السامية إلى المشاركين في المناظرة الدولية التي احتضنتها الرباط بمناسبة الذكرى 75 للإعلام العالمي لحقوق الإنسان، إذ قال جلالته: إن تشبثنا الراسخ بالدفاع عن الحقوق وتكريسها لا يعادله إلا حرصنا الوطيد على مواصلة ترسيخ وتجويد دولة الحق والقانون وتقوية المؤسسات باعتباره خيارا إراديا وسياسيا، وتعزيز رصيد هذه المكتسبات بموازاة مع التفاعل المتواصل والإيجابي مع القضايا الحقوقية المستجدة سواء على المستوى الوطني أو ضمن المنظومة الأممية لحقوق الإنسان. انتهى كلام جلالة الملك. تلكم هي المقاربة الملكية التي أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي برشرتها المملكة المغربية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وهي مقاربة تنبني على أسس واضحة ومستقرة. أولى تلك الأسس هي التملك والخيار الإرادي، ذلك عبر قرارات شجاعة ومبادرات رائدة كهيئة الإنصاف والمصالحة التي نخلد هذه السنة ذكرها 20، والتي كانت تجربة فريدة في مجال العدالة الانتقالية ألهمت مسارات عديدة على الصعيدين الدولي والإقليمي.
أساس ثاني هو التطلع المستمر للتوفيق بين كونية حقوق الإنسان من جهة والخصوصية الوطنية من جهة أخرى. ولعل التوجيهات الملكية السامية المؤطرة لإصلاح مدونة الأسرة ومراجعة مقتضياتها خير مثال على تشبث المغرب بالتوفيق بين مبادئ الإسلام السمحة والقيم الكونية المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. أما الأساس الثالث فهو العزم المثيل على النهوض الشامل بكافة حقوق الإنسان السياسية منها والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وآخر هذه الأسس الاستناد على مقاربة تشاركية تجعل من كافة أطياف المجتمع المغربي وقواه الحية فاعلين في تكريس مكتسبات الجيلين الأول والثاني من حقوق الإنسان ومؤسسين لانفتاح تدريجي على الجيل الثالث من تلك الحقوق، كما تجلى ذلك في مسار مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في صيغتها الأولى في أفق 2030. أصحاب السعادة السيدات والسادة، بالموازاة مع ما تحقق على المستوى الداخلي ظلت ثوابت المقاربة الملكية المحور الأساسي لمساهمة المغرب البناءة في تطوير المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. ومن الأمثلة على ذلك سعي المغرب الدائم لبناء توافقات حول القواعد الأساسية لعمل آليات مجلس حقوق الإنسان، وعلى رأسها آلية الاستعراض الدوري الشامل التي كان للمغرب دور محوري في بلورة قرار إحداثه في 2007 ومسلسل مراجعته في 2011. ثانياً، التفاعل الريادي للمملكة مع آليات حقوق الإنسان من خلال استقبال المغرب ل 12 زيارة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، بما يضع المغرب في صدارة الدول التي خضعت للفحص في إطار آلية الاستعراض الدولي الشامل. ثالثا، المساهمة العملية للمغرب في تطوير أجندة مجلس حقوق الإنسان من خلال التنزيل الفعلي لإجراءات تهم التحديات المستجدة والملحة كالبيئة والتكنولوجيات الحديثة والوقاية من التطرف ومحاربة خطاب الكراهية والتربية على حقوق الإنسان ومحاربة الفساد. وأخيراً، احتضان المغرب لمسارات دولية محورية في مجال حقوق الإنسان كخطة عمل الرباط لسنة 2012 بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية والقومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف، وإعلان مراكش لسنة 2016 حول حقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي، وخطة عمل فاس لسنة 2017 حول دور الزعماء الدينيين في الوقاية من التحريض على العنف، بالإضافة إلى الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان واللقاء التحضيري الأول للنسخة المقبلة له. أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة، إن هذه الخلوة السنوية بطبعها الغير رسمي لهي خير فرصة لطرح نقاش منفتح ومسؤول حول إشكاليات جوهرية تهم حاضر ومستقبل منظومة حقوق الإنسان في سياق نلحظ كلنا وقعه على المنظومة. فكلنا نشهد اليوم التسييس المفرط لحقوق الإنسان، كلنا نرى اليوم تصدع التوافقات الدولية حول قضايا حقوق الإنسان، كلنا نلاحظ اليوم تراجع قدرة المنتدب الدولي على إنتاج قواعد ومعايير جديدة متوافق بشأنها في مجال حقوق الإنسان، وكلنا نقف اليوم على التم التي تدفعه منظومة حقوق الإنسان جراء التقاطبات التي توتر العلاقات الدولية. وهذا ما يسائلنا جميعا، هل المراجعة المؤسساتية الجارية لمجلس حقوق الإنسان كافية لوحدها للتوصل إلى إجابات كفيلة بالحفاظ على مصداقية المجلس وفعاليته؟ وهل ستكون لدول الجنوب نصيب في تشكيل قيم ومنظومة حقوق الإنسان في المستقبل؟
أم ستبقى هذه الدول في دور المستهلك والمحتج في آن واحد داخل المجلس؟ وفي هذا الصدد أود أن أشاطركم جملة من الاقتراحات والأفكار كمساهمة في مناقشاتكم المقبلة. وتهم هذه الأفكار ثلاث أبعاد. البعد الأول هو البعد المؤسساتي. على المستوى المؤسساتي يجب التوفيق في نظرنا بين التشبث بالعلاقة العضوية بين مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة من جهة، مع إعطاء المجلس هامش كافي من الاستقلالية في الموارد ومجال أرحب للتمويل الذاتي وتطوير الخبرات. إننا نرى أن الاستقرار المؤسساتي الحالي يكفل فعلياً الإبقاء على قضايا حقوق الإنسان ضمن أهم ركائز منظومة الأمم المتحدة، غير أن ذلك يقتضي أيضاً صياغة توافق شجاع يرتقي بأداء المجلس عبر تزويده بالموارد المالية والبشرية الكافية الذاتية والمتطورة للقيام بمهامه بالشكل المطلوب. أما البعد الثاني فيهم أدوات عمل المجلس. لقد حقق المجلس مجموعة من المكتسبات يجب تطويرها وتحسين أدائها، وإلا ستفضي إلى نتائج عكسية. وفي هذا الصدد أود الإشارة إلى نموذجين. النموذج الأول يهم الاستعراض الدولي الشامل، فإذا كان إحداث هذا الاستعراض الدولي الشامل أداة أساسية للتفاعل بين مجلس حقوق الإنسان والدول، وشكل إنجازاً مهيكلاً لمنظومة حقوق الإنسان، فإن هذه الآلية لا يجب أن تسقط في فخ الرتابة والروتين البيروقراطي. لذا فإن طرق اشتغالها ضرورة ملحة لضمان نجاح مسارات التتبع ومواكبة جهود الدول الرامية لتنفيذ التوصيات التي تلقتها طبقا لأولوياتها الوطنية. أما النموذج الثاني فيتعلق بالمجتمع المدني، إذ يشكل التفاعل المنفتح على المجتمع المدني جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان وبالأخص مجلس حقوق الإنسان. وبقدر ما أن الإقصاء الكلي لفعالية المجتمع المدني منطق مرفوض وغير جدي، فإن نزعات الاستعاضة بالمجتمع المدني عن الدور المحوري للدول والحكومات يمس بسلامة ومصداقية المنظومة الحقوقية بشكل عام. فللمجتمع المدني دور أساسي وتكميلي لمسؤولية الدول الأعضاء وهيئات حقوق الإنسان. ويعتبر المغرب أن هناك فضاء رحب للتعاون، بل وحتى إمكانية لوضع ميثاق للشراكة بين الدول والمجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان. أما البعد الثالث فيهم تملك الجميع لمرجعيات حقوق الإنسان. إن شمولية وعالمية حقوق الإنسان تقتضي مساهمة كل الدول في صياغتها وتطويرها، بما يستوجب تدارك القصور التاريخي في مشاركة دول الجنوب وبالخصوص الدول الإفريقية حين صياغة المرجعيات الدولية لحقوق الإنسان. ويأتي التأكيد على دور الدول الإفريقية في سياق الأولوية الكبيرة التي تعطيها المملكة المغربية وجلالة الملك لقارة انتمائنا. فإذا أخذنا المعايير والمرجعيات الدولية لحقوق الإنسان، فإن الدول الإفريقية التي كانت شبه مغيبة خلال صياغة واعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 كانت هناك فقط 4 دول إفريقية مستقلة من أصل 54. وفي العهدين الدولية لسنة 66 30 دولة، أي أقل من نصف الدول الإفريقية كانت مستقلة آنذاك. إفريقيا تطمح اليوم لأن تلعب دورا لا يقل أهمية عن نظيراتها من الدول في باقي القارات فيما يخص صياغة قواعد الجيل الجديد من حقوق الإنسان، كتلك المتعلقة بالتكنولوجيات الجديدة والبيئة والموروث الموحد للإنسانية. فإفريقيا تتطلع أن تكون كذلك من بين منتجي قواعد حقوق الإنسان لا مستهلك ومتلقي لها فقط.
وإذا أخذنا أجندة مجلس حقوق الإنسان فقد أصبح بلا الأهمية بمكان أن تعكس مداولات المجلس الأولويات الإفريقية، وذلك بإعطاء حيز أكبر للتداول حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالتوازي مع باقي الحقوق. كما أنه من الضروري أن تتفاعل أشغال المجلس بشكل أكبر مع المعيقات التي تقف أمام تحقيق التقدم في التنمية وتوفير بيئة سلمية في الولوج إلى التكنولوجيا الحديثة. فإفريقيا اليوم وغدا تأبى أن تبقى حصريا موضوعا للمداولات والتقييمات الخارجية، وتطلع أن تكون أيضا فاعلا أساسيا على قدم المساواة مع الأطراف الدولية الأخرى. وأخيرا، إذا أخذنا الموارد والقدرات فلا بد من الاعتراف بالكفاءة ونجاعة التجارب والحلول المحلية الإفريقية في هذا السياق. وأود هنا أن أشيد بالأنشطة التي طورتها الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال التكوين والتثقيف والترافع في مجال حقوق الإنسان، وكذا الشبكة الإفريقية للوقاية من التعذيب المحدثة في 2023. أصحاب السعادة، السيدات والسادة، في عالم تتصارع فيه التطورات لابد أن يكون التفكير في مسار مجلس حقوق الإنسان مطبوعا بالاستمرارية والاستباقية في أفق تأهيل المجلس لمعالجة التحديات القائمة والمحتملة فيما يتصل بحقوق الإنسان وتقديم حلول عملية ناجعة وملموسة. إن هذه المناقشات التي ستقومون بها خلال هذين اليومين يجب أن لا تكون غاية في حد ذاتها، بل يجب أن تشكل خلاصتها أرضية لمسار متابعة يمكن من بناء توافقات أوسع في أفق مراجعة وضعية حقوق الإنسان من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 2026. وفي الختام، لا يسعني إلا التأكيد على أن نجاح المجلس أو قصوره في الاطلاع بأدواره في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم ومعالجة حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها يظل رهينا بمدى انخراط أعضائه في إعمال روح التوافق والالتزام للدفع بالأهداف النبيلة التي أتى بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.